حبوباتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى الفيديو اليوم يبقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه ديالي في تحضير الدجاج بالتغمر او الدجاج المحمر على طريقه الاعراس. خلاص راه الفيديو ان شاء الله غادي يتحط. قبل من هذا كنت خلاص درت فيه الدجاج والكيفيه ديالو والغسيل ديالو. انا عندي هنا واحد ربعه ديال الدجاجات البنات، هما بعد ما غسلتهم من التملاح وخليتهم كيقطروا غنحتاجوا لهم. بالنسبه للعطور ديالهم غادي نحتاجوا عندنا الخرقوم، واحد غادي نحتاج ان شاء الله واحد معلقه كبيره ديال الخرقوم، واحد معلقه كبيره ديال البزار، واحد جوج معلقات كبار ديال السكينجبير، واحد شي شويه ديال القرفه، نص معلقه صغيره، واحد نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج البنات. غنحتاجو الثومه، عندي هنا شي 8 ديال الدروس، الدروس ماشي غير داك هادو، وعندي واحد المعلقه كبيره معامره مزيان ديال السمن، عندي واحد طريف ديال الحامض المصير تقريبا ربع حامضه، عندي المعدنوس تقريبا واحد 3 د المعلقات كبار، ماما واحد ربيط صغير، واحد القطيطه صغيره ديال المعدنوس قطعتها هكا، والهريسه، وعندي سنيده معلقه كبيره، حتى معلقه كبيره السنيده. ما غاديش ندير الملحه في هذه الوصفه البنات، لان الدجاج ديجا راه مملح. وغادي نحتاج البنات خلاص الكبده ديال الدجاج، ها هي اللي قطعتها والقنصه ديال الدجاج. وغادي نحتاج واحد الطاسه ديال الشامبينيون كبيره، ملي غنبغي ندير الدغميره كنزيدها مع الكبده ومع مع الكبده والقنصه، كتجي بنينه وكتزكي هذيك الدغميره البنات. غنبداو على بركه الله، بسم الله. اول حاجه غادي نديروها غادي نطحنوا الثومه بسنيده، ما عمركم ديروا الملح في الدجاج المحمر البنات، لان ديجا كيكون مالح. كنديروا الحامض المصير، الثومه غنديروا معها هذيك المعلقه الكبيره السنيده، وغادي نديروا معها هذاك الحامض المصير، وغنديروا هذاك المعدنوس والهريسه، غنطحنوهم مزيان البنات. غنقدروا نحتاجوا واحد شي شويه ديال الماء، انا نجيبوا البنات نحتاجو ميها باش نطحنو، باش يتطحن ليا داك الشيء. هكدايا شويه الماء، غادي نحاول غادي نطحن هاد الشيء هذا. بعد ما نطحنو غادي نرجع لكم، مي باش ما نديرلكمش تبرزيط. بعد ما طحنت البنات هذيك نقول لها الشربوله، جبت واحد الطابه كبيره اللي غتهز ليا الدجاج، غادي نبدا ندير فيها العطريه والشربوله ديالنا يا البنات. ثم خلاص خليو هذا الشيء يطيح على كذا. اللي ما عندهاش الطحانه دق في المهراز البنات، هي ضروري يكونوا مطحونين مزيان. غادي نشلل الميه هادي، المهم الماء عندكم ميزانكم فاش ندوزوا هاد الشرميلات ديال الحوت ديال الدجاج. هانتوما وغنبداو بسم الله العطريه. شوفوا نبدا المعلقه الكبيره، المهم نديرو معلقه كبيره، ثم غنديرو معلقه ديال الخرقوم، معلقه كبيره البنات. هانتوما ندير جوج معلقات ديال السكينجبير بحال هكذا، جوج معلقات كبار عامرين مزيان. غندير معلقه كبيره ديال البزار البنات عامره، نزيد شي شويه بحال هكا معلقه ونص. غندير هانتوما شي شويه القرفه، هانتوما غير شويه القرفه، شي معلقه صغيره، غير نص معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره ديال العطريه الدجاج. هادي راه كتبقى اختياريه البنات، ماشي ضروريه، يعني كتعطي واحد النسيمه مزيونه. اللي عندها اللي ما عندهاش ماشي مشكل. وغنديروا السمينه، نجيب الزعفران البنات نسيتو قلت لكم، وغندير واحد شي شويه ديال الزعفران، واللي ما كيبغيش الزعفران ما يديروش. غاديه نحرك هادشي مزيان ونبدا نشرمل به الدجاج ديالي. هانتوما غادي نخلط هاد الشرموله مزيان، هانتوما مزيان هكذا، وحنا كنمعس في داك السمينه حتى تندمج ليا مزيان هاد الشرميله مزيان هكذا، ونخلطو ديك
البلاطور كامله تخلط، ونبداو نشرملو الدجاج ديالنا. غنبدا بسم الله نحطو الدجاجه هكذا، غندخلو لها العطريه ما بين الفخاد والجلده هنا، حتى كنتمنى الصوره تكون واضحه هانتوما ما بين الفخاد والجلده بحال هكذايا. نعمرو نديرو لها لداخل، نحكوها بديك التشريميله لداخل، ونشرملو بحال هكذايا هانتوما البنات هكذا. غادي نبقى هكذا حتى نكمل الدجاج ديالي كامل نشرملو، ومن بعد غنبقي البصله غنخليه كيشرب هاد الشرموله، ونمشي نبقي البصله. انا نوريكم البصله يعني كتبقى على شحال كميه حسب كميه ديال الضغميره اللي غادي تحتاجوا. بحال هكا انا 4 دجاجات دابا كاينه البنات البصله ديال الربطه، راه تقريبا جبت لها شي 4 ديال الربطات ديال البصله، حيت انا كنبغي الضغميره تكون كثيره. هانتوما بحال هكا نكملوا بالتشرميل، ونقي البصله ونرجع لكم نخليوه يشرب مزيان. هانتوما البنات انا رجعت لكم بعد ما نقيت الكميه ديال البصله كامله، قطعتها غليظه البنات، وغندوزها في هذا الميكسور، لان بيني وبينكم البنات انا من الناس اللي كتقارهم البصله ما كنقدرش عليها، غير دابا عيني ما نقولكمش كي دايره. اللي خلاص كيزعم عليها وكيقدر يديرها هكا رقيقه بحال اللي غادي يتكتكها، كنقولوا حنا حيت تشرب بقينا كيقولوا هذيك اللي كتخرج جوليان، المهم يتكتكها هكا يديرها رقيقه. انا نوريكم كيفاش يصاوبها ملي عنده خلاص هاد الاله ولا شي اله اللي كيستعملها يستعملها. هذا هو الدجاج ديالي البنات، من بعد ما خليته كيتشرمل وكيشرب غادي نطحن البصله. غادي ندير غير نص الكميه في الاول معاه على ما طلع فيه الغليان مزيان ويدخلوا الطياب شي شويه، وعاد غنزيد له النص ديال الكميه اللي بقى. وهانتوما معايا، المهم غادي نديرو هنا هكذايا، المهم غادي نطحنو، ومن بعد ماشي بزاف غادي، المهم نتوما تشوفوا كيفاش، ومن بعد غادي نجي نوريكم كيفاش غادي هانتوما البنات. هذا هو الشكل ديال البصله ديالي كي كيولي، شفتوا هاد الالات البنات. انا من عشاق الالات الكهربائيه يا البنات، فين ما كانوا كنحماق نشريهم، سورتو داكشي ديال ماني الخارج والبون اوكازيون باش كيطيحوا شي شويه رخاص، راه فين ما كانت شي اله كتصلح الكوزينه تلقاوها عندي يا البنات، خاصها دابا كنحماق عليهم. هانتوما غنزيد هاد الكميه هادي، هانتوما شتي كي كتولي لا ما بقاو عاد كنبكيو داكشي. المهم غنزيد هاد الكميه هادي، مابقيتش معلقه كبيره غنخدم يدي. غادي نروي الماء ونردو يغلي مزيان، يغلي مزيان عاد غادي نزيدلو الزيت. غندير الماء تقريبا حتى لحد لهنايا، غنخليه ومنين غادي يبدا يغلي مزيان غنزيدلو الزويته، وغادي نكمل معكم الوصفه. خلاص غادي ندير الزيت الروميه والبلديه. الزيت البنات كل واحد على حساب الكميه الدجاج وعلى حساب ليدوميه اللي كيبغي يدير. تقريبا غادي ندير جوج كيسان روميه وجوج كيسان بلديه تقريبا. المهم انا في هاد الماء زعما في هاد الحالات ما كنعبرش بالكاس، ملي كندير عيني ميزاني. انتما البنات انا رجعت لكم بعد ما بدا الدجاج ديالي كيغلي، هانتوما كتشوفوا كيفاش. غادي تجيبوا البنات حقاق الدجاج، جيت نقول لكم بانكم غتحطوه على الصدر ديالو، يعني الصدر ديالو هو اللي غادي يكون لتحت. غادي تجيبوا هذه العمليه ضروريه البنات، غتبقاو تجيبوا واحد القطيب شويه بحال هكذا وتقبوا به مزيان الدجاج، هو كيطيب وانتم ساعه ساعه كتحلوا الطنجره ديالكم وكتقبوا الدجاج مزيان، وغير خليوه على الصدر ديالو وتكونوا متاكدين بانه غادي يطيب مزيان. هانتوما بحال هكذايا، المهم غتقبوه من جهه الفخاد ومن جهه الصدر ومن جهه الكتاف ديالو من الفوق بحال هكذا باش يدخلوا الطياب مزيان. هانتوما هاد الخطوه ضروريه البنات، هي وديال هاد تخليوه يغلي بلا ما يكون فيه الزيت هكذا، غيداهو الزيت تقريبا بحال اللي كتخليه ما كتخليهلوش العطريه ديالو يدخل فيه. غادي نتقبو مزيان، وغادي ندير زيت الزويته، ومن بعد غادي نزيد له الكميه اللي بقات ديال البصله هي والقنصه الكبده حتى نحيد الدجاج ونبغي ندير البصيله، عاد غادي نزيد الكبده والشامبينيون. هما البنات غنزيد الزيت الروميه هكذايا، وغنزيد الزيت البلديه. انا الزيت البلديه كنكثرها على الزيت الروميه هكذا البنات على هكذا. غنزيد البصيله، سمحوا لي نزيد البصيله اللي بقات والقنصه. ثم البنات نزيد ديك البصله ديك الكميه ديال البصله اللي بقات كامله بحال هكذا،
غنزيد القنيصه ونخليو الكبده من بعد. غنخلص نوزع هادشي مزيان بحال هكدايا وغادي نخليه يطيب مزيان البنات ساعه ساعه دوزو وتقبوه بالقطيب الشوا وصافي. غادي يطيب لنا مزيان ونبغي نحيد الدجاج غادي ونبغي نزيد له الكبده ونوجد الضغميره غادي نوريكم الوصفه كيفاش جات البنات. من بعد ما حيدت الدجاج ديالي طاب وحيدته من الطنجره راه حتى زدت الكبده ديال البنات راه عاد تفكرت بانني خصني نصور لكم انتما راه زدت الكبده. وغادي نزيد الشامبينيون ها هو هذا عاد غادي نزيدو هانتوما البنات غادي نزيدو كيزكي داك الضغيميره كتجي زاكيه يا البنات وكيجي زوين. غادي نجهد عليه البوطه غنخلي هاد الماء ديالي حتى يوكح والضغيميره ديالي حتى توقف ومنين غنبدا نوقف في الضغميره غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش جا. وهذا هو الدجاج ديالي البنات انا حطيته هنا في الطبسيل. كل ما الدجاج البنات خليتوه كيتقطر وكينشف منين كتقليوه اولا كتدخلوه للفران كيجي اللون ديالو ذهبي وزوين. هذا غنخليه حتى ينشف مزيان والضغميره حتى توقف من بعد غادي نحمر الدجاج وغادي نوريكم كيفاش كان غادي نقدمه ان شاء الله بحول الله. هانتوما البنات من هذيك الكميه ديال الماء اللي وريت لكم قبيله شوفوا شحال نقص حتى ولا قد هكا. دابا غنبقى هكا مستمره بالتحرك حتى توكح المرقه مزيان وتوقف وتقريبا ما يبقاش الماء كيبان تبقى غير فقاعات الزيت اللي كتتمتد اللي كتهزم ملي تبدا هاد الفقاعات هاد اللي كيبانوا كيبقى تقريبا يبان غير الزويته كتعرفوا بان الضغميره ديالكم وجدات هكذا. غنبقاو والتحرك مع التحرك البنات مره مره حركوا باش ما تشد ليكمش الطاوله نتوما المهم هكايا شوفوا تقريبا راه كان الماء حتى لهنايا راه كله نقص البوطه تكون مجهده نتوما كتحرك. المهم ملي غتوكح غادي نوريكم كيفاش جا الشكل ديالها. هانتوما البنات من بعد ما نشفات الماء الضغيميره ديالنا وقفات في الزويته ديالها هانتوما كتشوفوا غنقرب لكم يعني دابا بقات غير الزويته اللي كتبان هانتوما والضغيميره راه دابا عاقده وواقفه وباقا عاد غادي نزيدها شي شويه باش تجي واقفه مزيان. شفتوا هذه هي الطريقه باش كتجي الضغميره واقفه مزيان البنات الزويته ديالها فين واقفه فيها. المهم منين غادي نبغي نقدم الدجاج غادي نوريكم كيفاش جا من بعد ما نحمره. وكانت هذه هي وصفتنا ديال اليوم الدجاج بالضغميره على طريقه الاعراس. هانتوما البنات من بعد ما وقفات لي الضغميره ديالي وحيدت الدجاج حمرته البنات زينته بهالطريفه د الحامض اللي قطعتهم هكايا طرونش ودهنتهم بالهريسه وزوقتهم بالزيتون بحال على هالطريقه كيجيو بحال الوريضه. كانت هذه هي الوصفه ديالي ديال الدجاج على طريقه الاعراس يعني المضغمل. كنتمنى الوصفه ديالكم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم كالعاده. ما تبغلوش عليا بلي لايك واللي ما عمره ما دخل عندي القناه دخل اليوم يتابونا معايا ويضغط على زر الاشتراك باش يبقى يتوصل بالجديد ديالي. وبصحه وراحه البنات ويسمحوا لنا الناس اللي كيتوحموا اولا اللي تشهوا هاد الماكله. يلا تبقاو على خير البنات.